بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الفضلاء، إن الله سبحانه وتعالى قد مدح كتابه وبين أنه نور للناس. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب كريم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن كتابه ذا قدر رفيع، وذلك لما كان لما ينسب إليه وهو كلام الله سبحانه وتعالى أولاً، ولعظيم ما فيه من الآيات التي فيها تبيان للعقائد والأحكام، وفيه القول الفصل الذي ليس بالهزل. فهذا من أعظم ما يدعو العباد إلى معرفة قدر كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره أن من أعظم علامات أن ينتبه المسلم لعظيم كلام الله سبحانه وتعالى أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزله، لما أراد إنزاله اختار له أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام، واختار له أفضل الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واختار له أفضل بضعة منه وهو قلبه. قال: على قلبك نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين. واختار له أفضل اللغات وأجملها وهي اللغة العربية، وكذلك اختار له أفضل الشهور فقد نزل في شهر رمضان، واختار له أفضل الليالي من شهر رمضان وهي ليلة القدر. فاجتمعت كل الفضائل في كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم الذي من الله عليه بأن يؤمن به وأن يقرأه أن يكون هذا القدر للقرآن في قلبه. فإذا كان القارئ يقرأ وهو لا يقدر القرآن حق قدره، فهو حري ألا ينتفع به. وهذا من أعظم ما كان من بعض المسلمين اليوم، أنهم لم يعودوا ينظروا إلى القرآن بأنه حاجة ماسة وشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ذكر الشراح لهذا الحديث معاني كثيرة لمعنى يتغنى بالقرآن، وذكروا منها يستغني به، أي أن الإنسان يستغني بكلام الله عن كل ما سواه، يستغني بالقرآن عن الأشعار والقصائد والعلوم الأخرى. وهذا لا يعني تركها، بل يستغني، يعلم أن القرآن أعظم من ذلك كله. إذا وجد هذا الشعور في قلب الإنسان فهو حري أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى. ووجوه العناية بالكتاب كثيرة جدا، أعظمها ما ذكرته من أنه ينبغي على المسلم أن يقدر القرآن حق قدره، وأن يعرف شرف هذا القرآن العظيم الذي لم يمدحه البشر ولم يمدحه الأنبياء، بل مدحه الله جل جلاله كما سقت من الآيات الكريمات التي ذكرتها. ومن وجوه الاعتناء بالقرآن الكريم كثرة قراءته، وإذا اجتمع مع القراءة قراءة التدبر والتفقه وإمرار المعاني على القلوب، فهو أعظم الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم تكاثرت عنه الأحاديث الصحيحة الحاثة على قراءة القرآن. من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيبتاع ناقة أو ناقتين
ثم قالوا كلنا، قال لأن يجلس أحدكم في المسجد فيعلم آية من كتاب الله أو يقرأ آية من كتاب الله خير له من ذلك، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضاً أن قراءة القرآن الكريم لها درجات، أعظمها أن يكون الإنسان مع السفرة الكرام البررة، وأدناها وليس فيها دني أن يكون الإنسان له أجران إذا قرأ القرآن الكريم. السلف رحمهم الله كانوا يحزبون القرآن، وكان منهم العجب العجاب في قراءة القرآن. كان بعضهم يختم القرآن في ثلاث، وبعضهم في أسبوع كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد، وبعضهم في شهر، وكانوا يعدون الذي يؤخر قراءة القرآن أكثر من 40 يوما يعدونه مذموما. لا ينبغي لأحد عندهم عند السلف أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من 40 يوما، بل ورد أعظم من ذلك من كان يقرأ القرآن في ليلتين وفي ليلة، كما صح ذلك عن عثمان، وكما ذكر النووي رحمه الله وقال وصح هذا عن خلق كثير. فهذا أعظم ما يكون، ولا يتأتى هذا أيها الإخوة، لا تتأتى ختمات القرآن إلا لمن حزب القرآن. وما معنى حزب القرآن؟ يعني جعل القرآن أحزاباً يقرأ كل يوم منها حزباً، فالذي يقرأ كيفما اتفق لا يوفق لختم القرآن، بل ربما انقطع عن القراءة. أما من كان يختم القرآن في 7 ليال فإنه في كل يوم يقرأ قرابة 4 أجزاء أو 4 أجزاء ونصف، ومن كان يقرأ في شهر فإنه كل يوم يقرأ جزءاً، ومن كان أكثر من ذلك. فالمقصود أن الذي لا يحزبه في الغالب لا يتأتى له ختم القرآن، وإن كان مرة واحدة فإنه لا يستديم ذلك. وهذا من أعظم ما يكون من تفسيرات قول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز، أي أن القرآن لا يستفيد منه ولا ينهل من معينه الصافي إلا من فرغ نفسه له واجتهد في قراءته. ومن وجوه الاعتناء بالقرآن الكريم الاهتمام بتدبره، ومعنى التدبر هو فهم الآيات وإنزالها على النفس، ومعرفة عواقب هذه الآيات وما تؤول إليه. فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد ذم أقواماً ومدح آخرين، ينظر الإنسان لهؤلاء الممدوحين هل تنطبق صفاتهم عليه، وينظر أيضاً في صفات المذمومين هل تنطبق صفاتهم عليه، ويحرك قلبه. وإذا جاء ذكر النار أطرق واستعاذ بالله من النار، وإذا جاء ذكر الجنة اشتاق وسأل الله الجنة. هذا التفاعل مع الآيات وإمرار المعاني على القلوب هو أعظم فائدة يجنيها الإنسان المسلم. ولذلك الله عز وجل ذكر آيات التدبر في معرض الحث والسؤال والذم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. معنى الآية أن الذي لا يتدبر القرآن في قلبه قفل، كهذا الباب المقفل وكتلك ذلك المتجر المقفل لا يستطيع الإنسان الوصول إليه، هكذا القلب يقفل عليه فلا تدخل معاني القلوب. أما القرآن، أما لو كان القلب مفتوحا بالهدى فإنه يتدبر. والأقفال قد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا، وذكر أن من أعظمها الشرك، ثم البدعة، ثم الذنوب، ثم تضييع الأوامر والنواهي، ثم مزاحمة القلب بأشياء أخرى. لا بد أن يكون في القلوب أشياء تمنع الإنسان من تدبر القرآن. وكل إنسان خصيم نفسه، فمن الناس من تشغله تجارته عن تدبر القرآن، ومن الناس من يشغله الحرام عن تدبر القرآن، ومن الناس من تشغله القصائد والألحان عن تدبر القرآن، ومن الناس من تشغله أشغال كثيرة، وفي النهاية يقفل على هذا القلب فلا يتدبر. قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي أنه محكم من قرأه بصدق وحضور قلب فإنه يبهره اتفاقه
وأخباره وقصصه، وهذا بحر لا ساحل له، وباب عظيم من أبواب الخير. ربما يعيش الإنسان عقودا من عمره 40 أو 50 أو 60 سنة ولم يذق هذا الشيء ولم يجرب، نسأل الله العفو والعافية. وقال الله سبحانه وتعالى يعني هذه الآيات التي ذكرتها أفلا يتدبرون القرآن وردت مرتين، هذه وردت في ذم موجهة لمن؟ للكفار والمنافقين. وهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بتدبر القرآن وهم كفار وهم منافقون، فدل على أنه يؤثر بهم، فكيف لا يؤثر بالمسلم؟ كيف لا يؤثر بمن يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ كيف لا يؤثر بمن يذكر الله، بمن يذكر أذكار الصباح والمساء، بمن يحرص على السنن الرواتب؟ هذا أجدر وأحرى أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ومن وجوه الاعتناء بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم سؤال، وأنصح إخوتي أن يسألوا الله إياه، اسألوا الله ذلك دائما، قولوا اللهم إنا نسألك حب القرآن. أعظم منه يمن الله بها على العبد في هذه الدنيا بعد توحيد الله أن يرزقه حب القرآن. فإذا أحب القرآن، والله العظيم جاءته الخيرات من كل جهة، إذا أحب أن يستمع إليه، أحب أن يقرأه، أحب أن ينصت إلى الآخرين حينما يقرؤون، أحب أن يسأل عن معاني الآيات، عن أسباب النزول، يحب أن يسأل عن المحكم منه والمنسوخ منه وما كتب العلماء رحمهم الله في أعاجيب القرآن الكريم. إذا وصل هذا الحب إلى القلب فلا تسأل عن الخيرات، ولا تسأل عن البركات، ولا تسأل عن أشياء كثيرة ربما يعجز اللسان عن التعبير عنها. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، هو من أكثر الصحابة رواية وحكما في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه أعظم الصحابة علما بالقرآن الكريم. جاء عنه في صحيح البخاري أنه كان يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم رجلا غيري أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لذهبت إليه. يعني كما يقولون ختم المعلومات، ختم العلم كله بالقرآن الكريم، ويريد أيضا أن يتعلم من غيره. كان يقول رضي الله عنه: مقام العبد عند الله بحسب قرب القرآن من قلبه. شوف انظر كيف هذه الحكمة على وجازتها، إلا أنها تشرح حالة تربوية عظيمة. مقام العبد عند الله، مكانته، منزلته بحسب قربه من كتاب الله عز وجل. إذا كان الإنسان لا يقرأ القرآن إلا في السنة مرة، هذه منزلته. إذا كان الإنسان لا يقرأ إلا في الشهر مرة، هذه منزلته. إذا كان الإنسان يقرأ يوميا فهو قريب حبيب عند رب العالمين. وقد تكاثرت بركات القرآن وبركات قراءته في الدنيا والآخرة، بل إن في الكتب التي تتحدث عن منامات الصالحين وما فعل الله بهم يكادون يجمعون على أن الله رفع درجاتهم بكثرة قراءة القرآن. فالله الله أيها الفضلاء، فإن الله عز وجل ما أنعم بهذا الكتاب وما مدحه وما أثنى عليه وما بين قدره إلا لنعلم قدره نحن، ولنعرف منزلته، ولنعمل به، ولنكون من أهله، من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله لي ولكم توفيقا وهداية ورحمة، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.